السلام عليكم، مرحبا بكم عندي اليوم في القناة ديالي اللي هي تامي كيك ديكوراسيون. واليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش عدلت هاد كيكات الكوكيز، كتجي مزيونة وكتجي مختلفة. نتمنى تعجبكم وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هاد طرطة الكوكيز غادي نحتاجو هاد نوتيلا ولا اي ماركة. انا استعملت هادي ميركادونا كحلة ماشي ديك مخلطة. وعندي هنايا سكر بولني، سكر مورينو، عندي نص كاس، هذا كيعادل كاس العنبة. عملت نص كاس سكر بولني ونص كاس سكر عادي. وهنايا عندي 170 غرام الزبدة مذوبة، 3 الكيسان ونص الطحين، شوية فانيليا، وبيضات عندي واحد بيضة وواحد صفار. وهنايا عندي نشا معلقة ونص ستيتوا صغيرة، وهنايا بيكربونات وعاود عندي معلقة صغيرة. وغادي نحتاج هاد الحبيبة د الشوكولات، انا شريتو من ميركادونا، كان 250 غرام. اول حاجه غادي نغربل الطحين ونزيد عليه النشا. وبيكربونات وغادي نزيد واحد قبيصه د الملح. غادي نعمل الزبده السكر وغادي نخلطو مزيان. غادي نزيد لهم شوية فانيليا كنخدموها شويه باش يذوب لنا شويه السكر. دابا غادي نزيد عليه الخليط الاول. هيا العجينه كيفاش كتجي، كتجي ما خفيفه ما قاصحه، هيا كتجي رطبه شويه. دابا غادي نزيدو لها هاد الحبيبات ديال الشوكولاط. انا خليت هنايا واحد نص الكاس، من بعد غادي نحملو على وجهها. دائما كنخليهم هما الاخرين حتى كنجمعوا العجينه مزيان عاد نسيبوا هاد الشوكولاته. دابا غادي نقسموا هاد العجينه على جوج.
ها هي اللي جينا عملتها في هذه الصينيه هذه، وعملت هذا غير باش نقبض يعني باش نقبض غير الرشه ضد الدائره. ها هو السمك ديالها قداش كيجي. دابا غادي نعدل اخرى. ها هما العجينات وجبيهم، كل وحده عملتها في صينيه بوحديتها، كل وحده غطيت بوحده. واحده عملت لها هاد الحبيبات هذه من فوق لان غادي تجي هي اللي من فوق، وهذه غتجي من تحت. دابا غادي ندخلو من الفران مسخن عندي مقبل على 170 درجه الحراره، العافيه من فوق من تحت، تقريبا 25 دقيقة. ها هو السمك ديالهم قداش كيجي. دابا غادي نوزعو هاد الشوكولات. باش تعرفوها تقريبا كيفاش كتجي، هي كتجي فحال كيكز او بيسكوي د كوكيز، كتجي هشه ما كتجيش رطبه. ونتمنى تعجبكم، واللي عجبو الفيديو يشارك معايا في القناه ديالي اللي هي تامي كيك ديكوراسيون، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تعملوا لي جيم.